السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة وجولة جديدة، هذه المرة أخوتي في مدينة بركان وبالضبط في شارع محمد الخامس. راني عارفك وتوحشتوا الأجواء ديال مدينة بركان وديال الإقليم ديال بركان، والفيديوهات اللي كنا نديروهم هنا في الأحياء وفي المناطق اللي كاينة في الإقليم ديال بركان. اليوم اخوتي اختاريت انني ندير بكم واحد الجولة في شارع محمد الخامس، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو للجهة ديال بنو سينا والجهة ديال الطحطاحة. المهم البلاصة اللي دايما عامرة، توقيت راكو تشوفوا معايا راه تقريبا قريب المغرب، ما بقالوش بزاف، يعني رحنا في الوقت ديال الغروب. والصراحة هاد الوقيتات تكون فيها واحد المنظر واعر تبارك الله في هاد الشارع بالضبط ديال محمد الخامس. راكو تشوفوا رحنا ضاربين انفاس للشمس، واحد المنظر اللي يكون زين بزاف، الوان رائعه في المدينه ديال بركان. اذا هذه هي الجوله ديالنا. طبعا الناس اللي تشاهدنا لاول مره ما تنساوش انكم تشتركوا بالقناه، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وما كرهش تنزلوا لتحت تقولوا لي من اي مدينه ولا اي دوله راكم تشاهدوا هذا الفيديو، وقولوا لي واش فعلا توحشتوا الفيديوهات اللي كنا نديرو في بركان وفي النواحي ديال بركان، لان راكم شفتوا الفتره الاخيره راني كنت مسافر، وراه باقي عاد مجموعه ديال الفيديوهات اللي خصنا نديروهم في هذه الايام القليله المقبله. وفي نفس الوقت ان شاء الله غادي نبقاو نديرو حتى الفيديوهات ديال مدينه بركان والنواحي ديال مدينه بركان. يا اخوتي رحنا في شارع محمد الخامس، غادي نطلعوا مع هذا الطريق اللي تدينا شارع الشهداء اللي كيدينا للجهه ديال بنو سينا. لحق علينا الاحمر، ماشي مشكل. اذا نخليكم تستمتعوا بهذا الفيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه.
يا اخوتي رحنا وصلنا لشارع بن سينا، رحنا في البدايه ديالو، غادي نطلعوا معاه شويه. راكم تشوفوا معايا راه بدات تظلم، يعني راه الدعوه بدات تظلم. كما قلت لكم التوقيت اللي بدينا فيه هو الوقيته ديال الغروب، راه بدا يظلم الحال في هذه اللحظه. يعني شارع بن سينا تكون عاد فيه شويه الحركه، راكو عارفين ماشي بحال الحركه اللي كتكون في الفتره الصيفيه، راه ماشي بحال، ولكن باقيه عاد الحركه مع العشيه كتكون عامره الدعوه هنا. يعني هذه البلاصه دائما عامره، سواء في الصيف ولا في المشتى ولا في جميع الاوقات، دائما الجهه ديال بن سينا والجهه ديال بني جديد والجهه ديال الطحطاحه دائما كيكونوا عامرين. غادي نطلب منكم عاود واحد الطلب اخر، انا يعني كثرت عليكم شويه في هذا الفيديو. بغيتكم تقولوا لي شكون فيكم الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، لان عارف ان بزاف ديال الناس اللي في الخارج يتفرجوا في الفيديوهات نوفال. بزاف ديال الناس اللي يتفرجوا في الفيديوهات، بغيتكم تقولوا لي واش جيتوا هذا الصيف لمدينه بركان، يعني واش جيتوا للبلاد، واش جيتوا تشوفوا لا فامي ولا لا. نزلوا لتحت كتبوا لي في الكومونتير فوق جيتوا، واش في شهر 6 ولا شهر 7 ولا في شهر 8. وحتى اللي راهم عاد هنا يكتبوا لي في الكومونتير بلي راهم عاد في مدينه بركان، واخا على ما اظن ان الاغلبيه راهم مشاو، يعني راكو عارفين الناس اللي عندها الخدمه ولا اللي عندها الاولاد، القرايه راها بدات. يعني الاغلبيه ديال الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، خارج ارض الوطن، ايوا خلينا واحد اللوطو تفوت يبان لي كاع بغاو يفوتوا. ها التصاره اللي ما نبغيوهاش. ها اللي ما نبغيوهاش. ها يا خوتي رحنا في شارع بن سينا دائما، الجهه ديال الطحطاحه نشوفوا كي دايره، غالبا راه مبلعه، يعني باش تطلع مع الطحطاحه راه لا يمكن. في هذه الفتره راه ولاو يعني الباعه المتجولون راهم يحطوا تما باستمرار، يعني الطريق كتكون مقطوعه ما عندك مين غادي تفوت. المهم حنا غادي نفوتو من تما ونشوفو، غادي يبان لنا من هنا، غادي يبان لنا واش يعني الدعوه عامره، واش كاين الحركه. ولكن اخوتي راه كاين واحد الغلا في هاد الايامات بالنسبه للخضر والفواكه، الدعوه غلات بزاف، وراه مده ما مشينا لذاك السوق نشوفو كي دايره الدعوه تما. ان شاء الله الاسبوع الجاي الى كتاب نحاولوا اننا نمشيو للسوق، سوق الثلاث، نشوفوا كي دايره الاجواء تما. يبان لي هنا البوليس، يمكن ما كاينينش الخضار على ما يبان، يبان لي واحد الصطافيط ديال البوليس راها تما، غالبا يكونوا منعوهم هذا النهار باش يحطوا على الطريق. المهم غادي نشوفوا، غادي يبان لنا. هي هاو الطوبيس، الدعوة مرونة هنا سبحان الله، ديما ديما مرونة، محال نقدروا نفوتوا بالتحطاحة. لا 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 يمكن. ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، ما نقدروش نفوتوا. الروين اخوتي هاد مول الطاكسي بغى يوقف هنا ما عرفناش علاش. ايوا حنا نبقاو نستناو فيك. يلاه سيدي ماشي مشكل. مول الطاكسي وقف السيركيلاسيون باش يركب الناس. ولا هادشي ماشي غريب على الطاكسيات. شوف شحال من لوطو مورايا اللي راها واقفه استنى سيمول الطاكسي يتمشى باش نتمشاو معاه. يا خوتي واحد الملاحظه، تلاحظوا معايا هنا التريطوارات في الوسط راه داروهم، وهذه يعني واحد الحاجه اللي مزيانه، يعني كتبين لنا بانهم غادي يبداو الاشغال في هذا شارع فلسطين، ونتمنى انهم يكملوا الاشغال ديالو في اقرب وقت. نتمنوا هذا الشيء لان راه مده طويله باللي كانت متوقفه فيه الاشغال، راه التريطوارات ليمن وليسر مازال ما يدارو عاد، بداو شويه في دوك ديال ليسر شي وحدين،
ولكن هنا في اليمن راه عاد مازال. نتمنى ان شاء الله في الايام المقبله يبداو الاشغال ويكملوهم في اقرب وقت، باش هاد الطريق راكو عارفين طريق رئيسي اللي كيفوتوها الناس بكثره، خصها تكمل في اقرب وقت. الجولة ديالنا اخوتي هي هذه، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا في جولة في بعض شوارع مدينة بركان، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات مقبلة بحول الله. نتمنى انكم تفاعلوا مع جميع الفيديوهات، وكما قلت لكم راه كاين مجموعة ديال الفيديوهات اللي الصراحة زينين، ونتمنى انهم يعجبوكم في مجموعة ديال المدن في المغرب اللي درنا فيهم واحد الجولة. نتمنى انها تعجبكم هذه القناة ويعجبكم المحتوى اللي كنقدمه. نلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله، إلى اللقاء.